المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في نشرة الأخبار من الفضائية الإريتريا وفيها إريتريا تشارك في اجتماع مكافحة التصفح أحياء اليوم العالمي لذوي الإعاقة المدارس المشيدة بإسهام المجتمع تساعد في ارتقاء التعليم في منطقة بوتين يوافق على موازنة ترفع الإنفاق العسكري إلى مستويات قياسية. الصين تنتقد بيع أمريكا أسلحة لتايوان وتتعهد باتخاذ إجراءات مضادة. وزير الخارجيه الصيني يجتمع مع نظيرته الالمانيه اهلا بكم مشاهدينا تشارك إريتريا في مؤتمر مكافحة التصحر السادس عشر من عقد من الثاني وحتى الثالث عشر من ديسمبر الجاري في الرياض السعودية تحت شعار أرضنا مستقبلنا ويمثل إريتريا في المؤتمر وفد برئاسة المدير العام لقسم الإرشاد الزراعي سيدة سمراء المسوم ويشارك الوفد في الاجتماعات الدورية للممثلين رفيعي المستوى فضلا عن المناقشات الفنية والمشتركة حول التصحر وفقر التربة والجفاف ومن المتوقع أن يكون المؤتمر الذي يحضره ممثلون عن مئة وستة وتسعين دولة عضو في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. بمثابة منصة للدفع بوتيرة مكافحة فقر التربة والجفاف والتغير الأخضر وبحسب تقارير المنظمة فإن نحو 40% من إجمالي مساحة أراضي العالم تتأثر بتدهور الأراضي وهو ما يؤثر على نحو نصف سكان العالم و86% من الدول الأعضاء في الاتفاقية وقد تأسست اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 1994 ووقعت عليها إريتريا عام 1996 ويعقد المؤتمر الدوري للدول الاعضاء كل عامين وعقد المؤتمر الخامس عشر قبل عامين في ابيجان بساحل العاج تم احياء الثالث من ديسمبر اليوم العالمي لذوي الاعاقه علي مستوى البلاد في مدينه عصب تحت شعار ضمان حقوق المعاقين بالمشاركه الشعبيه وعرب مسؤول فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد يوسف في السهية في المناسبة عن تقديره لقرار الاحتفال بالمناسبة على المستوى الوطني في الأقليم مؤكدا على تعزيز المشاركة المجتمعية في تنفيذ البرامج وقال المدير العام لقسم الرعاية الاجتماعية في الوزارة السيد محرت أب في السهية أن الثالثة من ديسمبر مناسبة لتقييم مدى حماية حقوق وقضايا وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة وتجديد العهد لإكمال المتبقي وأوضح حاكم إقليم جنوب البحر أحرى السفير محمد سعيد منتهي أن الأشخاص ذوي الإعاقة مثل جميع المواطنين هم مستفيدون ومساهمون في موارد البلاد كما أن فهم ومراعاة تحديات الأشخاص ذوي الإعاقة هو حق وليس امتياز وتخللت الاحتفال عروض فنية تعكس المناسبة تساهم المدارس والفصول الدراسية الإضافية التي شيدها السكان في مديرية مندفرة في تخفيف المصاعب التعليمية وأوضحت مسؤولة التعليم في المديرية الأستاذة بلالي أرأيا أنه مع زيادة عدد الطلاب والمراحل التعليمية واجهت المديرية أو واجهت المديرية النقص في الفصول الدراسية في المناطق النائية وأشادت بالمبادرات المتخذة مشيرة إلى أنه تم بناء مدارس ابتدائية ورياض أطفال في إمبا خاتاي وشحاء أواو وداندير دير قنت وعد أبرهام وعد قعبون وفصول إضافية في عد منغوتي وسور محرام جيدو وقال مدير مدرسة سور محرام جيدو الأستاذ عثمان سعيد أن الدعم الشعبي لعب دورا في تخفيف النقص في الفصول الدراسية وذكر أعضاء لجنة دعم المدارس أن مسؤولية اللجنة هي سد النقص في المدارس وقد أدى ارتقاء سور مدرسة سور محرم جيدو الابتدائية من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة المتوسطة إلى حل مشكلة الطلاب الذين كانوا يتنقلون لمسافة تزيد عن 15 كيلومترا إلى عدي سيغوغو ومندفرة وتوجد 37 مدرسة في مديرية مندفرة من مرحلة التعليم التمهيدي إلى المرحلة الثانوية أفاد السكان الذين تجمعوا في منطقة خزان في إدارة ضاحية البوب أن تجمعهم مكنهم من الحصول على الخدمات الاجتماعية. وذكروا إرساء محطة مياه وطريق منذ بدء تجمعهم في شهر يوليو 2022 وافتتحت هذا العام مدرسة. وقد تم إطلاق البرنامج لتجميع 155 أسرة وتم حتى الآن تجميع 100 أسرة. وذكرت مديرة إدارة الضاحية السيدة سميرة إدريس عافا أن إدارة المديرية شاركت في تخصيص الأراضي وغيرها من المتطلبات المهمة مشيدة بتعاون مركز تدريب معطر والقيادة الشمالية للقوات البحرية في تقديم الخدمات الصحية وأنشطة النفير وشركة عدهلو في صيانة الحواجز المائية الزراعية ووزارة الزراعة في رش المبيدات وقالت أن إرساء الخدمات الاجتماعية يساعد في تسريع عملية تجمع الأسر المتبقية منوهة بأن إرساء خدمات الاتصالات والنقل يسهم في إنجاح العملية وخزان هي قرية تقع على بعد حوالي 10 كيلومترات غرب مرسى قلبوب ويسكنها افراد من قوميتي الرشايده والتجري ويزاولون الزراعه والرعي نظم فرع الاتحاد الوطني لشباب وطلبه اريتريا في ساوا دوره تثقيفيه سياسيه في العلوم الاجتماعيه لاكثر من 1400 عضو. للاتحاد من طلاب مدرسة وارساي كالو الثانوية شملت الدورة مفاهيم الوطن والوطنية ومفهوم وأهمية السياسة والميثاق الوطني والقيادة والإدارة وأسس الثقافة الوطنية الإرتية ومفهوم الحكومة وأهمية الحكومات وتفاصيل المجتمع الإرتي ومسيرته الكفاحية ومفهوم التأطير والعولمة وتأثيرها الدولي وقدرات وكفاءات الشباب وأهمية وسائل الإعلام وتقنية المعلومات وعناوين أخرى ذات صلة بتحفيز القدرات الشبابية. وحثت مسؤولة متابعة فروع الاتحاد في الأقاليم السيدة هيلين أمينة في الكلمة التي ألقتها بمناسبة حفل التخريج الذي عقد في الأول من سبتمبر الجاري بساوة أوصت الخريجين بتقديم أداء واعٍ في مسيرتهم المهنية والوطنية والعمل ليكونوا مؤثرين بما اكتسبوه من دروس وطنية وسياسية وتوعية مذكرة بالأنشطة التنظيمية التي تقام تحت شعار فليوعى وينظم ويمكن الشباب. وشادت السيدة هيلين بالجهود المتضافرة التي التي التنظيم هذه الدورة من قبل مركز تدريب الخدمة الوطنية ومدرسة وارساي كالو الثانوية وفرع الاتحاد في ساوا وأوصى قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دابا سايك دي بدوره الخريجين لتحمل المسؤولية في توجيه ورعاية زملائهم لأن أعضاء الاتحاد هم أهم نوال للاتحاد والوطن والفئة المتميزة من بين الشباب عقد سمينار التوعية حول طرق مكافحة مرض الملاريا وكيفية معالجته في 26 و والعشرين من نوفمبر المنصرم في عبد قيح بحضور ممثلي الرعاية الصحية في القرى والمتطوعات القادمات من جميع إدارات الضواحي واوضح مسؤول المركز الصحي العام الشاب كوخب تسفايا عن طبيعه الملاريا والاعراض التي تظهر عند الاصابه ومدى التدهور الصحي الذي يعاني منه المصاب. واوصى مسؤول الخدمات الصحيه في المديريه السيد ولد اب قبرز قابيهير جميع الفئات الاجتماعيه للمشاركه في اتباع الاجراءات اللازمه لمكافحه الملاريا. واوضح مدير مديريه عدقيا السيد هبتايتس فازجي بدوره اهميه الحمله والتوقيت الذي نظمت فيه نظرا الى ظهور حالات الاصابه بالملاريا في الاوقات الرهيبة. non نظمت حملات توعية من الطوعي بالدم بهدف رفع وعي ومفهوم المجتمع عن التبرع الطوعي بالدم وتصحيح المعتقدات الخاطئة عنه والفوائد الصحية وتأسيس فرع جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في المديرية بحضور الأعيان وموظفي جميع المؤسسات الحكومية بالمديرية وتم توضيح في السمنار الفوائد الصحية والنفسية الكثيرة للتبرع بالدم وأهمية تأسيس فرع جمعية متبرعي الدم الطوعيين نظرا إلى التحديات التي تواجه المراكز الصحية أثناء تقديم الرعاية الطبية والإسعافات الطارئة وقد المشاركون جاهزيتهم التامة للتطوع في التبرع بالدم وأهمية حملات التوعية في تصحيح المعتقدات الخاطئة لدى المجتمع وذكر مدير مديرية كالعلو السيد محمود إبراهيم ضرورة توسيع الأنشطة التوعوية بالتركيز على الفئات المؤثرة في المجتمع لضمان فهم أهمية هذا العمل الإنساني الذي يؤثر إيجابا على الصحة العامة وأداء البراكز الصحية وتواصل المشاركون في الختام إلى اتفاق لتأسيس فرع الجمعية المتبرع. المشرعين الطوعيين بالدم في المديرية مشاهدينا أشرتنا تتواصل من الفضائية الإيرتية ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا أهلا بكم مجددا وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خطط موازنة ترفع الانفاق العسكري لعام 2025 إلى مستويات قياسية وقد جرى تخصيص نحو 32.5% من الموازنه التي تم نشرها على موقع الكتروني حكومي للدفاع الوطني لتصل الى اكثر من 145 مليار دولار مقارنه ب 28.3% العام الحالي. وقد وافق نواب غرفتي البرلمان الروسي على الخطط بالفعل خلال الايام العشر الماضيه وفق ما ذكرته وكاله اسوشيت برس الامريكيه للانباء. واظهرت الوثيقه التي نشرها الموقع الرسمي من المراسيم والقوانين في روسيا ان الميزانيه تركز على الانفاق العسكري للفتره من 2025 الى 2027 توعدت الصين باتخاذ إجراءات مضادة حازمة تجاه مبيعات أسلحة أمريكية لتايوان جرت الموافقة عليها في الأيام القليلة الماضية كما أعلنت أنها قدمت احتجاجا لواشنطن بسبب سماحها للرئيس التايواني لا تشينغ تيه بالتوقف في الأراضي الأمريكية وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قالت أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على إمكانية بيع قطع قيار ووسائل دعم لمقاتلات F-16 وأجهزة رادار لتايوان بقيمة تقدم بنحو 385 مليون دولار وجرى الإعلان عن الصفقة قبل ساعات من مقادرة رئيس تايوان في زيارة لثلاث دول من حلفاء تايبيه الدبلوماسيين في منطقة المحيط الهادي حيث سيتوقف في هاواي وإقليم غوام التابع للولايات المتحدة وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان نقلت وكالة رويترز الأنباء أن الصفقة ترسل إشارة خاطئة إلى قوى الاستغلال في تايوان وتقوض العلاقات بين الولايات المتحدة والصين التقى وزير الخارجية الصيني وانغي ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في العاصمة الصينية بكين حيث اشترك الجانبان في رئاسة الجولة السابعة من الحوار الاستراتيجي الصيني الألماني حول الدبلوماسية والأمن وناقش الجانبان أيضا العلاقات الثنائية حيث أكد بانجيو أن سياسة الصين إزاء ألمانيا وأهمية التعاون البراغماتي في ظل التحديات العالمية واتفق الجانبان على الحاجة إلى استمرار الحوار من جانبها شددت بيربوك على التزام ألمانيا بسياسة صين واحدة ودعمها لدور الصين في التعامل مع تغير المناخ كما تناول الجانبين القضايا التجارية بما في ذلك تعريفات الاتحاد الاوروبي المضاده للدعم على السيارات الكهربائيه الصينيه بينما تبادلا وجهات النظر حول الازمه الاوكرانيه وصلت ايرادات مبيعات الاسلحه والخدمات العسكريه على مستوى العالم الى 632 مليار دولار في عام 2023 وسجل هذا الرقم أو سجل هذا الرقم لدى أكبر مئة شركة متخصصة في هذه الصناعة حسب تقرير سويدي جديد كشف تقرير صادر عن نعم معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن تواترات الشرق الأوسط وأوكرانيا رفعت مبيعات الأسلحة حول العالم خلال العام الماضي وذكر التقرير أن هناك زيادات في عائدات الأسلحة في جميع المناطق لكن التقرير خصص حديثه عن المناطق الملتهبه واظهر ان هناك ارتفاعات حاده بشكل خاص لدى الشركات التي تتخذ من روسيا والشرق الاوسط مقرا لها. مشاهدينا قبل الختام اليكم تذكير باهم ما في هذه النشره من أنباء. اريتريا تشارك في اجتماع مكافحه التصحر. اليوم العالمي لذوي الاعاقه. المدارس المشيدة باسهام المجتمع تساعد في ارتقاء التعليم في مندفره. بوتين يوافق على مواطنة ترفع الانفاق العسكري الى مستويات قياسيه. تنتقد ويا امريكا للاسلحه لتايوان وتعهد بثقه اجراءات مضاد ووزير الخارجيه الصيني يجتمع مع نظيرته الألمانية في تحت مشاهدينا انتهت النشره شكرا على حسن المتابعه تحيه لكم اينما كنتم من اللقاء